بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بنا لنقضي الليلة مع قدوة طيبة، مع مثل يحتذى، مع شاب من شباب الصحابة. اسمع وتدبر الليلة كل كلمة. أسلم في 18 من عمره. طيب دي ماشي، ما فيش فيها مشكلة، ما فيش مشكلة أن يسلم الصحابي في هذا السن المبكر. لا، خلي بالك من اللي جاية دي. وتوفي في 33 من عمره. بتقول إيه؟ بتقول إيه؟ طب اسمع تاني، أنا عارف إنها صعبة قوي، صعبة. لا مش صعبة ولا حاجة. إيه الصعوبة؟ لا حضرتك مش واخد بالك، خلي بالك الصعوبة فين. أسلم في 18 من عمره وتوفي في 33 من عمره، يعني عاش 15 عاما في الإسلام. الله أكبر. فكيف استطاع إمامنا الليلة وعملاقنا الليلة وبطلنا الليلة في هذه المدة الوجيزة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، كيف استطاع أن يسطر على جبين الزمان هذا المجد؟ كيف استطاع أن يسطر على صفحات التاريخ هذه السيرة العاطرة الزاكية؟ هذا الشاب الذي أسلم في 18 وتوفي في 33 من عمره. نعم، من هو؟ إنه مقدام العلماء، إنه إمام الحكماء، إنه سيد الأتقياء، إنه صفوة الأولياء، إنه السهل السري، إنه السمح السخي، إنه المؤمن التقي، إنه العابد الزكي، إنه حبيب الحبيب النبي. أقولها تاني، إنه حبيب الحبيب النبي، إنه القائد البطل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر، بقول لحضرتك، عمر ابن الخطاب الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، يقول عمر: من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل. الله أكبر. والله تسمعها تاني، معاذ اللي عاش 15 سنة. ما أنا قلت لحضرتك قبل كده، ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق. فكم من سابق يلحقه ويسبقه صادق، ويسبقه صادق. في 15 عاما يرتقي معاذ هذا الرقي ويصل إلى هذا الأفق السني الوضيء. من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل. واسمع إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في حق معاذ بن جبل: إن معاذا كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. إيه ده؟ ده وصف الخليل، ده وصف الخليل إبراهيم. إن معاذا كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين، كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ورسوله. إيه ده؟ إيه ده يا أخوانا؟ اسمعوا الكلمات دي تاني من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة، أمة ابن العشرين، ابن الخامسة والعشرين، ابن الثلاثين، كان أمة. وربما يوقظ الآن والد ولده في 22، في 25 من عمره لصلاة الفجر، فتقول له أمه: اتركه، لا زال صغيرا، لسه بدري، الولد تعبان. إن معاذا كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين، كان يعلم الناس الخير
وكان مطيعا لله ورسوله. قال الحبيب اسمع، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. الشاب الصغير ده، ده معلم، ده قارئ ملقن، ده فاهم ثابت. خذ القرآن من هذا الشاب. الصحابة يتلقون هذا الأمر النبوي، خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة. يا سلام، مولى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. خذ القرآن من أربعة، من هؤلاء معاذ بن جبل، أربعة الصحابة من بينهم هذا الفتى المبارك، هذا الشاب المخلص الصادق معاذ بن جبل. بل ومن أعجب ما قرأت أيها الأفاضل ما رواه الإمام الترمذي وابن حبان بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قرن يوما بين هذا الشاب الصغير معاذ بن جبل وبين الخيرين الكبيرين العظيمين الجليلين الكبيرين الكريمين أبي بكر وعمر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر بن الخطاب، نعم الرجل معاذ بن جبل. معقول الكلام ده يا ناس؟ معاذ مع أبي بكر وعمر، الشاب الصغير اللي أسلم سنه 18 سنة ومات سنه 33 سنة يرتقي هذا المرتقى، نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل. اسمعوا يا شباب الأمة، تعلموا يا شباب الأمة، نعم الرجل معاذ بن جبل مع أبي بكر وعمر. بل ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه، وصحح الحديث الحافظ ابن حجر، بل والشيخ الألباني وغيرهما. أقول ذلك لأن من أهل العلم من أعل هذا الحديث أعل سنده بالإرسال، ولم يحكم بالصحة إلا لمؤخرة الحديث فقط. الحديث من حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أقول صححه الحافظ ابن حجر في الفتح وصححه وغيرهما، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، أي أعلمهم بالقضاء، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، أي أعلمهم بالفرائض، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أكررها ثلاثا، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي بن كعب، وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا، أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفقه من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل، وأعلمهم بالحرام والحلال معاذ بن جبل. ده كلام كبير، والله العظيم كلام كبير، لو تدبرناه لكادت عقولنا أن تطيش. بل من أعجب ما وقفت عليه في هذه السيرة الزاكية، وهذا الذي كاد أن يخلع قلبي ورب الكعبة، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ معاذا رضي الله عنه يوما من يده ويقول له: اسمع يا معاذ، والله إني لأحبك،
بتقول ايه؟ انت اخطأت يا شيخ محمد، في سبق لسان اكيد حصل منك في الموقف ده، انت بتقول ان اللي بيقسم بالله النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقسم بالله انه بيحب معاذ بن جبل، ولا اصدق معاذ هو اللي بيقسم انه بيحب النبي؟ لا، خلي بالك، اللي بيقسم هو رسول الله. يا شيخ، الرسول بيقول له يا معاذ والله إني لا أحبك، أمر يخلع القلب، أمر تتوارى أمامه كل كلمات البلاغة والبيان، هات كل البلغاء ليجسدوا هذا الحب وليبينوا للأمة قدر هذا القسم. رسول الله الذي يتقرب الصحابة بحبه إلى الله، رسول الله الذي جعل الله حبه من الإيمان به تبارك وتعالى، بل لا يكمل إيمانك إلا إذا كان حبك للحبيب صلى الله عليه وسلم يفوق حبك لنفسك التي بين جنبيك، فضلا عن حبك لمالك وولدك ووالدك ووالدتك والناس أجمعين. أمر عجيب، حب النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية حتى أكون أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك بين جنبيك، إلى هذا الحد. أيوة، هو صلى الله عليه وسلم الذي يقسم ويقول لمعاذ بن جبل يا معاذ والله أنا بحبك، أنا عاوزك تعيش معاها، استحلفك بالله لو أن عالما من علمائنا الآن ممن تحبهم، عالما، لو أن عالما من علمائنا العاديين ممن تحبهم وتسعد بالنظر إلى وجوههم، لو قال لك أنا بحبك، طب ولو قال لك والله أنا بحبك، طب لو قال لك سيدنا علي أنا بحبك والله أحبك، طب لو قال لك عثمان والله أحبك، طب لو قال لك عمر والله أنا أحبك، طب لو قال لك الصديق والله إني لأحبك، ماذا لو قال لك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والله إني لأحبك؟ أنت سامع؟ أنت سمعة؟ تصور لو النبي اللي بيقول لك كده دلوقتي، تصور لو النبي اللي بيقول لك والله إني لأحبك، كيف يكون حالك؟ كيف يكون حال سمعك وبصرك؟ كيف يكون حال قلبك؟ كيف يكون حال جوارحك؟ الرسول يقول لمعاذ والله، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، والله إني لأحبك. فقال معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ووالله إني لأحبك. فيقول حبيب لحبيبه ويقول محب لمحبوبه، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله، على جمال الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تبرأ من حولك وطولك وقوتك ومددك، واعلم أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد الله، واعلم أنه لا قدرة لك على فعل طاعة ولا قدرة لك على اجتناب معصية إلا بحول الله وطوله وتوفيقه وقوته ومدده، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بيقول له إيه؟ بيقول له يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. يا الله، هل سألت أيها الشاب الحبيب هذا السؤال لعالم من علمائك من قبل؟ هل تعرفت على الفارق بيننا وبين معاذ؟ لم يضيع معاذ هذه الفرصة، عاوز يعرف الطريق، يريد أن يتعرف على طريق النجاة. فين طريق النجاة؟ يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي المختار لقد سألت عن عظيم
وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين. الله 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 الله. يا رسول الله أخبرني عن عمل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي المختار: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. طب تعلم بقى. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الأركان، هذه الفرائض، هذه الأعمال التي تدخلك الجنة وتباعدك عن النار. هذه هي الأصول، هذه هي الثوابت، تمسك بها لتسعد في الدنيا والآخرة. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. خلاص الحمد لله كده، خلاص كفاية كده. لا ايه الحديث ما انتهاش. طب معاذ رضي الله عنه سأل عن هذا فقط. مش بقولك النبي بيحب معاذ رضي الله عنه، النبي هو اللي بيتكلم. أنا عاوزك تعيش الكلام ده. النبي هو اللي بيتكلم، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيفتح مادة للحوار. خلاص معاذ سأل النبي المختار عن عمل يدخله الجنة ويبعده من النار، فأجابه النبي المختار والإجابة وافية. لكن الحبيبة يقول لمعاذ: يا معاذ، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الله أكبر، معقول كده يا ناس؟ والله العظيم أنا قلبي ورب الكعبة قد يقفز، والله يكاد قلبي أن يقفز. بيقول له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: بلى يا رسول الله. اسمع، قال: الصوم جنة. النبي اللي بيقول لمعاذ بقى: الصوم جنة، أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم تلا النبي المختار قول العزيز الغفار: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب الحمد لله كده كفاية قوي، جزى الله الحبيب عن معاذ خيرة. انتهى الحديث؟ لا مش ممكن. اوعى تقول كمان المرة دي ان معاذ ما سألش والنبي هو اللي بيقول. ايوة، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول، هو اللي بيفتح بابا ثالثا من أبواب الحديث مع حبيب قلبه معاذ بن جبل. معقول الكلام ده؟ إيه ورب الكعبة، بعد ما قال له: ألا أدلك على أبواب الخير، بيقول له: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ إيه ده؟ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، جزاك الله عن معاذ خيرا يا رسول الله، والله لقد وفيت وأتممت وأكملت. انتهى الحديث؟ لا مش ممكن. اوعى تقول للنبي يفتح حديث مرة رابعة من غير ما معاذ يسأله. هو كذلك، معقول الحب ده؟ النبي اللي بيفتح الحديث للمرة الرابعة مع معاذ بن جبل قبل أن يسأله معاذ. إيه ورب الكعبة، يقول له المصطفى في المرة الرابعة: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال لمعاذ: أمسك عليك هذا. فقال معاذ: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟